الست بقى بتيجي تقول لجوزها انا عايز اشتغل وعايز ابني نفسي وعايز يبقى ليا كارير. هنا بقى لازم نفرق بين حاجتين. طيب هل حضرتك اشترطت على جوزك من البداية انك تشتغلي؟ لا. يبقى إذن لا يجوز لك شرعا أن تخرجي من بيت الزوج إلا بإذنه. لازم جوزك يرضى أنك تشتغلي، لازم جوزك يرضى بده. طب أنت هتكسري بكلام جوزك وتضربي بيه العرض الحق، ده حرام شرعا. أنت كده بتدخلي في باب النشوز. إحنا عاوزين نحافظ على الأسرة، عاوزين نحافظ على الاستقرار، كل واحد بيقوم بالدور اللي عليه. وخلوني أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، دراسة أمريكية، علشان ناس كتير جدا بتقول لك ده كلام مشايخ وكلام دين ملناش علاقة بيه. طب تعالى بقى أقول لك حاجة مهمة جدا في فكرة تبادل الأدوار، إن الست تبقى راجل والراجل يبقى ست. فكرة تبادل الأدوار ديت في دراسة أمريكية حصلت حولها، قالوا إيه في الدراسة؟ قالك لما بتكون الست هي المعيلة للأسرة، هي اللي متحملة فكرة الأسرة من خلال عملها الوظيفي، بتزيد احتمالات إصابتها بالكآبة. لكن العكس هو الصحيح، يعني الراجل لما بينزل هو اللي بيشتغل بيكون سعيد، لما بينهض بمهمة إعالة الأسرة بيكون سعيد، لما الراجل بيكون مصدر دخل الأسرة هنا بتحصل السعادة للرجل وبتحصل السعادة للمرأة. وبالعكس تناقصت هذه السعادة لما الراجل تحول دوره من إن هو اللي بيعيل الأسرة إلى مسألة إن هو صار بيدير شؤون المنزل. نيجي بقى للمحور الثاني، فكرة انشغال الأب الرجل بالعمل وترك المسؤولية كاملة على الزوجة. الرجل بيعمل لكنه ضيف في بيته. يعني إيه ضيف في بيته؟ يعني بيجي يدوب ينام يصحى الصبح يروح شغله، لا بيسأل بقى مراته عملت إيه مع العيال، ولا العيال وصلوا لإيه، ولا 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 إلى غير ذلك. وهنا علماء النفس بيأكدوا أهمية دور الأب، وجود الأب في حياة ولاده معناه الحماية، معناه الرعاية، معناه القدوة والسلطة والتكامل والاستقرار الأسري. وعدم تخليه عن دور المعلم في حياة أطفاله يعتبر من العوامل الضرورية في تربيتهم وإعدادهم بشكل سليم. وفي بعض الحالات اللي بيغيب فيها الآباء لما ما بيكونوش متواجدين وبيحاولوا يعوضوا غيابهم إما بالتدليل يدلعوا عيالهم سواء بالمال أو بغير ذلك، وما بيكونش عندهم أي استعداد بتحمل الإزعاج، إزعاج الأولاد، فبيتعاملوا بعصبية، فبالتالي بتكون النتيجة إن الأمهات بتبعد الأولاد عن الآباء. ليه؟ منعا للمشاكل، بتاخد عيالها وتدخل جوه الأوضة. طب فين هنا تواصل الاتصال ما بين الأب وما بين الأولاد؟ مفيش. بالتالي هيترتب على كده فكرة عدم استقرار أسري، غياب الأب عن تربية الأولاد، وده هنفصله إن شاء الله في الحلقة الجاية، معنى عدم استقرار أسري. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ نحل المشكلة إن الأباء يفهموا كويس جدا ويعرفوا إنهم مطالبون باقتناص الفرص، استغلال الوقت ليكون لهم لقاءات في تواصل بينه وبين عياله. التواصل دوت يكون مبنى على التوعية والتأثير. فكرة ان هم لابد ان هم برضك يخرجوا عيالهم في رحلات عائلية حتى ولو كان في العطلة، عطلة نهاية الأسبوع. فكرة ان هم يحافظوا على ان يكون في تعليم من الأب للابن، ان هو يقوم بدور المعلم لابنه الى غير ذلك. نيجي للمحور الثاني، الملف الثاني من فكرة تبادل الأدوار، فكرة الإنفاق. ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا في آية القوامة يقول الله في شأن الرجال وبما أنفقوا من أموالهم. فالإنفاق واجب على الزوج لزوجته، ده من حقوق الزوجة النفقة، أنها تتحصل على النفقة. هنا للأسف الشديد هنجد أن في نموذج سيء جدا من بعض الرجال اللي يخلي مراته تصرف في البيت أو يجبرها أنها تصرف في البيت. شايف معاها ذهب يقول لها بيع الذهب وصرفي، شايف معاها فلوس جات لها من أمها أو أبوها يبدأ يجبرها علشان تصرف في البيت بطريقة غير أخلاقية. ده البعض ممكن يجبر مراته ان هي تنزل تشتغل علشان تصرف عليه وعلى عياله. شوف احنا وصلنا لفين يا جماعة. الزوج الذي يعتمد على زوجته بيخليها هي مصدر الانفاق مش العكس. طيب هنا الزوج دوت حكمه ايه في الدين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كفى بالمرء اثم ان يضيع من يعول. انت بتضيع مراتك بالطريقة دي، بتخليها تنزل تشتغل وتحتك بالرجال وبتحتك بالاسواق بسوق العمل، هيحصل لها مضايقات، هتشيل اضعاف مضاعفة من اوجه الارهاق والى غير ذلك. انت اللي هتشيل دوت، انت اللي هتتحاسب على ده، لان ربنا امرك انت بالانفاق عليها، ما امرهاش هي. كتير جدا نبص نلاقي الزوج عامل نفسه في حتة تانية خالص وزوجته هي اللي بتصرف على البيت، ما بيسألهاش جبت الفلوس دي منين،
يبص يلاقي مراته بتنزل للدكتور بتكشف على العيال، ما بيسألهاش انت جبت الفلوس منين، ما بترضاش تسأله علشان ما تحسسوش بالعجز، ومع ذلك هو مقصر قاعد في البيت مش عايز يشتغل. طب ما تنزل تشتغل، شوف لك عمل حتى ولو لم يكن مناسبا، ما دام عمل شريف اتحرك اتلحلح، ربنا أمرك انت بمسألة القوامة بالعمل وبالإنفاق.